الثامن وانطلق الشوط التاسع، وهذا الشوط خاص بالثنايا البكار، والكلمة إلى الزميل يزيد بن سعيد الجهني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، في هذا اليوم نتواصل وإياكم في شوطنا التاسع لجملة أشواط الفترة الصباحية في يوم خاص بالكبار وجولة خاصة بالكبار. تهانينا والناموس لمالك انتفاضة صاحبة الشوط الرئيسي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، من فازت بأول أشواط الصباح ولا زالت هي صاحبة لأفضل توقيت. إذن الشوط الرئيسي ظبيان، تعود ملكيتها ملكيته لعامر بن محمد بن عبصان المنصوري صاحب الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا. ناخذ افضل توقيت زمني يا مخرجنا اللي هي انتفاضه صاحبه الشوط الرئيسي او الشوط الخامس عفوا، ايضا لنفس المالك السالميه لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. شكرا للمخرج. توقيت الزمن 12 دقيقه 38 ثانيه 69 جزءا من الثانيه. هذه السالميه امامكم على شاشه الريان، هي صاحبه الشوط الخامس وافضل توقيت. يا سلام يا سلام مشاهدينا الاعزاء، جائزه الشوط سياره نيسان بترول ستيشن للمركز الاول، هي جائزه سياره هذا الشوط وزعفران، تكريم كبير في هذا المهرجان. المركز الاول هذه هي هملوله، الملكيه تعود لمحمد بن سعيد بن غانم ال سيف الخيارين في مقدمه الشوط. يا سلام، هي في مقدمة الشوط هذه هملولة. المركز الثاني بنت للطابع، المركز الثاني تعود ملكيتها لغانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني على المركز الثاني، اللي وصلت على المركز الثاني. إذا أهالي الشحانية متصدرين قائمة الشوط، متصدرين مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام. شوف يا أبو حمد، ناخذ المركز الثالث يا أبو حمد في هذه اللحظات ونتابع اللي بالمركز الثالث وين وين. هذه منطلقة، هذه هي محبة لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. يا سلام، أحد الضيوف القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدينا الأعزاء. هذه هي محبة، ومحبة المحبوبة لدى جماهيرها ومحبوبة لدى عشاقها من دولة الإمارات العربية المتحدة. لابد أن يتابعونها في هذه اللحظات، لابد أن يشاهدونها وينترقبوا شوطها. يا سلام يا سلام، المركز الرابع، هذه هي العالمية، العالمية صعبة قوية. يا سلام، صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله اللي قادم في هذه اللحظات على المركز الرابع. ناخذ اللي وصلت في المركز الخامس، وهذه مذيار، مذيار مع احد الشعارات واحد رموز واقطاب هذه المنافسة واحد رموز هذا العالم الساحر، احد الشعارات الذي يحسب لها الف حساب، احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي في هذه اللحظات المنطلق في خامس النداء وخامس خامس مراكز الثنايا الابكار. ايها الحفل الكريم في هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد، مهرجان كبير، مهرجان غالي على قلوب الخليجيين في هذا التحدي. اذا الناموس غير، الناموس غير في هذا المهرجان، الناموس غير. حدث مهرجان كبير، جوائز قيمة ثمينة، سيارات كلها زيارات اليوم، اليوم في هذا الصباح وهذا المساء كلها جوائز، سيارات ثمينة. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل من أتى وتعنى لهذه المشاركة الكبيرة. مشاهدينا الأعزاء، إلى هملولة، إلى هملولة في مقدمة الشوط. محمد بن سعيد بن غانم آل سيف الخيارين في مقدمة الشوط. يا سلام يا العالمية، العالمية قادمة على المركز الثاني، قادمة على المركز الثاني بكل قوة إلى شعار صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله في هذه اللحظات. يا سلام، في هذه اللحظات المركز الثالث، شوف المركز الثالث، وهذه محبة اللي قادمة هنا بكل حب، اللي قادمة بكل احترام،
اللي قادمة بكل ترحيب في هذه اللحظات، ونحن من يرحب بهذه الشعارات الكبيرة وهذه المشاركات الخليجية في أرضية الميدان. يا سلام، محبة ملكيتها تعود لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي في المركز الثالث. يا سلام، ننتقل إخواننا مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات لكي ناخذ لفتة ولقطة على من يأتي رابعا ومن يتدخل بدوره إلى المركز الرابع. يا سلام، 8 كيلومترات، يعني شوط كبار، يعني شوط صراع. 8 كيلومترات ولها محبينها الكبار دائما هنا الأمور مع المركز الرابع، وهذه هي مذيار على المركز الرابع، ملكيتها تعود لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي في المركز الرابع. 4 كيلومترات، يا سلام، 4 كيلومترات يا مشاهدين الأعزاء. وفي المركز الخامس هذه هي من وصلت، بنت لطام في خامس النداء لغانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. الله يا العالمية، العالمية المنطلقة. ركز يا أبو عبد الله في هذه اللحظات، صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله اللي في مقدمة الشوط، السيارة بين أعين العالمية. يا سلام، هناك يا سلام في مقدمة الشوط صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله في هذه اللحظات هو الأقرب لانتزاع السيارة، وهو الأقرب للناموس إلى الزعفران. وهذه يا سلام يا سلام يا سلام سلالة بصيحان بالفعل في مقدمة الشوط. يا سلام، هذه العالمية اللي في هذه اللحظات الأمور تسير، والفوز يسير من صالحها والانتصار يسير من صالحها لصالح بن فرج أو صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله في مقدمة الشوط. يا سلام، المركز الثاني، هذه هي من وصلت، محبة لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. يا سلام، أيضا الرميثي خطير، الرميثي هنا شعاره قدير. يا سلام، المركز الثالث، هذه من ممثلات أهل الشحانية الخطيرات. يا سلام الأقوياء، يا سلام يا سلام، هذه هملولة لمحمد بن سعيد بن غانم آل سيف الخيارين. يا سلام، المركز الثالث، يا مشاهدينا الاعزاء، هذه اللي وصلت مذيار احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي مشاهدينا الاعزاء. وشوفوا مشاهدينا الاعزاء اللي بالمركز الخامس. يا سلام، وصلت الشعارات، الكل يترقب، الكل ينتظر، الكل يريد الفوز، الكل يريد الناموس، الكل يريد السيارة، زائد زعفران، زائد ناموس في مهرجان الأمير الوالد يعادل 1000 ناموس. يا سلام يا سلام، هذه اللي في المركز الخامس. والله الله الله الله، وصلت الشعارات يا جماهير الأعزاء في هذا الشوط. 8 كيلومترات ونحب الرقص مع 8 كيلومترات. يا سلام، نعود إلى المركز الخامس، هذه التي تدخلت في هذه اللحظات، هذه توافق يا سلام لسلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي اللي في المركز الرابع وناخذ الخامسة، الضيفة العانية من المملكة العربية السعودية هناك، وبالتحديد من ينبع قادمة، وهذه هي من وصلت الذيبة لفارع بن عطلة بن خلف الجهني اللي قادم. يا سلام بالتوفيق يا أبو عطلة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود والعود أحمد دائما قدمنا يا أبو حمد هناك. يا سلام، روح حد شاف للعالمية، العالمية اللي راحت مع 8 كيلو مزران، وهذه لافتة الكيلوين، والكل يتابع، الكل يشاهد هذا الجمع الغفير، وهذه الجماهير التي تتابع العالمية في هذه الرياضة العالمية، وسجلها حافل بالإنجازات، سجلها غني بالإنجازات، غني بالمعلومات الكافية في هذه اللحظات. يا سلام يا العالمية، بدأت تلفت الأنظار، بدأت تخطف الأبصار. يا سلام، في هذا الصباح هناك العالمية أقرب إلى الفوز، أقرب إلى الناموس، أقرب إلى التتويج، أقرب إلى الزعفران مع صالح بن مفتاح.
صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله ممثل اهالي الشحانية في هذا الشوط، ممثل اهالي الشحانية، والريان، الريان بانتظار السلامات، الريان بانتظار الفوز. يا سلام، شعار، الشعار، الشعار يحمل الريان، يحمل ويدل بانه من اهل الريان. يا سلام، هنا من الدوحة، يا سلام، صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله، نتمنى ان يبقى كما هو، نتمنى ان يزيد على سرعته. يا سلام، في هذه اللحظات العالمية 1200 نشارف عليها، 1200. ركز ركز يا ابو عبد الله، ركز في هذا الصباح، سيارة ثمينة، زعفران اغلى، ناموس اغلى في هذه اللحظات، في هذا المهرجان. العالمية اذا فازت فهي اضافت الى رصيدها رصيد كبير سيارة في هذا المهرجان. يا سلام، المركز الثاني، الرميثي قادم، الرميثي قادم، الرميثي خطير، الرميثي في هذه اللحظات، يا سلام، يقدم محبة، اللي تحب الفوز، اللي تحب الناموس، وكل والكل يحب الفوز، الكل يحب الناموس. الكيلومتر الأخير يا أبو عبد الله، الكيلومتر الأخير يا أبو عبد الله، في هذه اللحظات المركز الثاني الرميثي، أشوف بدأ يصدر التعليمات هنا في هذه اللحظات مع محبة للسيد علي بن خليفه بن عبد الله الرميثي. يا سلام، الرميثي قادم، محبه، محبه في هذه اللحظات، ويا حبها للفوز، يا حبها للناموس. المركز الثالث، هذه اللي وصلت مهمه، اللي كلفت بمهمه الفوز، احمد بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي. الله، يا محبه، اذا فاز وين بنسلم؟ اذا فاز الرميثي، يا سلام، يا سلام، جميره، جميره بالفوز، جميره تحتضن بالفوز في هذا الصباح. علي بن عبد الله بن خليفه الرميثي، خلها، خل العصا قوس، خل العصا قوس، اشكرك الرميثي، لا لا، خل العصا قوس، ان شاء الله بمشيئه الله الفوز مع محبه، مع محبه، العصا بالبطان مركوزه، مركوزه. يا سلام، ما شاء الله، ما شاء الله، علي بن عبد الله بن خليفه الرميثي، اشكرك يا الرميثي، اشكرك في صباح هذا اليوم، لنزف السلام والتهنئه والفوز الى جميره هناك في دبي، في دبي، على سماعه الكلام، على سماعه الكلام، كلام فقط، كلام فقط، بدون أي تعليمات. يا سلام، يا سلام، محبة بدون أوامر، محبة بدون أوامر، محبة تفوز بهذا الشوط بدون أي تعليمات، والعصا قوس كما قوس الربابة. أشكرك يا الرميثي على انتزاع السيارة وبدون أوامر ولا تعليمات. المركز الثاني، وصلت المركز الثاني، وصلت هذه، من وصلت مزنة لأحمد بن حسين بن محمد القرشي، أحمد بن حسين بن محمد القرشي اللي فاز بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث العالمية لصالح بن مفتاح بن فرج العبد الله، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الذيبة لفارع بن عبد الله بن عبد الله بن خلف الجهني، وفي المركز الخامس وصلت في المركز الخامس راهية لسالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الصباح. ناخذ التوقيت الزمني ولحظة وصول محبة، وقلنا لكم تحب الفوز وحبت الفوز في هذا الصباح، واخذت السيارة بدون تعليمات. 12 دقيقة 59 ثانية، 57 جزء من الثانية، ثاني والناموس. العالمية بالمركز الثاني، العالمية بالمركز الثاني، أحمد بن حسين القرشي مع مزنة لحظة الفوز. تهانينا لك يا القرشي على هذا الفوز في صباح هذا اليوم. 13 دقيقة جزء ثانيتين، 67 جزء ثانية. المركز الثالث العالمية توقيتها 13 دقيقة ثانيتين، 73 جزءا من الثانية.